ونكمل الفيديوهات مشاهدينا. هسه راح نرجع الى عالم الاكل والطبخ، لكن هالمره طريقه غير كلش. الشاب بيشوا من السليمانيه اخترع شيء جديد ومفهوم جديد لاماكن بيع الشاورما تحديدا، بحيث متشوف سيارته جايه غصب عنك تشتري منه، لانه كل شيء يهتم بالتفاصيل والنظافه، وما شاء الله ماكو واحد بالشارع يعني ما يروح وياكل من الشاورما مالته. فخلونا نتابع. بالحقيقة بدأت مشروع سيارة الشاورما قبل أقل من عام في شارع علي كمال في السليمانية. أردت أن أؤسس شيئا مختلفا عن المطاعم الأخرى، فاشتريت سيارة مخصصة لبيع الطعام. أبيع فيها شاورما اللحم والدجاج الخالص. كونت زبائن عدة خلال تلك الفترة، وأنا سعيد بنجاح مشروعي. تخرجت من كلية اللغات قبل 4 أعوام ولم أجد وظيفة. بدأت بعربة صغيرة وتحولت إلى سيارة، والحمد لله عوضني رب العالمين بهذا المشروع. الطعام طازج وحار، والناس يحبون طعامي اللذيذ. أتمنى النجاح للجميع.